ما تقول ليش العمدة تعنو زي ما فيش ما تقول ليش العمدة تعنا زي ما فيش ما تقول ليش العمدة تعنا زي ما فيش. شكرا أبناء النجع الأعزاء، عمدتنا موصيني عليكم وذبح لكم 4 عجول عشان كده الخير كتير والعظم كتير وكلكم هتاكلوا عظم، بس هنقول ايه بنظام واحد يا باي. جنب العمدة الحاج عبد الجليل وراي. حد ايه الحاج مين؟ الحاج عبد الجليل. طيب استنى انا جاي. حاج عبد الجليل. اهلا يا عمدة، اهلا وسهلا. سنة طيبين. منورين. يا سلام. العمدة شرفنا والحاج عبد الجليل شرفنا، ما شاء الله. ايه الخير ده؟ ربنا وفقنا تمام. وانا من ناحية يا رجالة بعتبر ان اخويا وحبيبي عصمت بيه الشهاوي فئات، واخويا وحبيبي ابو وهاب سيف عمال، انهم هيمثلونا في مجلس الشعب، وانا متاكد ان التنين الخير هيجي على ايديهم ان شاء الله للبلد. قول يا رب. يا مرحب يا خال. السلام عليكم يا رجاله. بقول لك ايه، يا نقلة العلف اللي طلعت من المخزن دي رايحة لمين؟ رايحة للمعلم القفاص. لا حول ولا قوة الا بالله. في يا خال كف الله الشر. ما دريتش باللي حصل للمعلم زهران؟ خير حصل ايه؟ قالوا لي ان النار كلت المخزن والمحل باللي فيهم، يعني الراجل خسر اللي وراه واللي قدامه يا ولده. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب ايه سبب الحريق؟ الحكومة بتحقق وحلني. بقول لك ايه، واحنا عايزين منه كام؟ يعني حوالي 3500 جنيه من النقلة اللي فاتت. طب بقول لك ايه، اشطب مديونيته دي من الدفاتر وتالي امضي عليها، شوف عندنا كام شوال في المخزن وشيعهم له عشان يقدر يوقف على رجليه من تاني. وعارف تقول لي مخلوق على الحكاية دي؟ طول عمرك سباك بالخير يا خال، ربنا يوسع رزقك ويفتحها عليك من اوسع الابواب. طب يلا شوف عربيه تانيه وشيعهم له بسرعه، نخفف الهم اللي هو عايش فيه دلوقتي. امرك يا خال. خفف همه.
يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخفف همنا احنا كمان. الف الف مبروك يا حبيبتي، ربنا ان شاء الله كده يكملك على خير. فوزي خلاص هتبقى جد. انا بس اللي هبقى جد؟ ما انت كمان هتبقي جد. يا سلام، قصدك يعني ان انا عجزت؟ لا 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 لا، انا لسه حلوه وصغيره وشباب، مش كده يا سلوى؟ انا اقدر اقول حاجه يا روح قلبي؟ رأفت عايزك من فضلك. حاضر يا نهر، بعد اذنك. اتفضل. يا ابوي انت جننت يا وليه، وتعزميهم ليه؟ هو حرام اعزم اهلي ونتلمي كلاتنا؟ ما تتلموا في داركم ولا في اي حته، خلاص ما فيش غير دار دي هي اللي عسل. باي انت زعلان يا محفوظ اني هعزم اهلي؟ لا مش زعلان يا ستي، ينوروا. انا عزمت ابوي. ابوكي؟ انا اقدر اتكلم قدام ابوكي؟ يتفضل. وعزمت امي. امك دي ست الكل، اول واحده تيجي. والغريب؟ والغريب ده هو اللي كان ناقصنا، الغريب ده. وجميلة يا ده انا لسه على لساني كنت اقول لك جميلة. وكمان خلاص خلاص كفاية، انت هتعزمي لي البلد كلها ولا ايه؟ بقى كده؟ ده ابويا بقالة سنين ما دخلش دارك. وعدوا كأنهم ثواني، وطالما بقالة سنين ما دخلش داري، ما يكمل على كده، ايه اللي فكره يعني يدخل داري دلوقتي؟ طيب يا محفوظ، انا هروح لابوي واقول له انك متضايق انه هيتعزم عندي. احمد ربنا انه حيوافق ويدخل دارك من اصله. الحمد لله انه وافق ودخل داري من اصله. يا ابوي نهايته هتوكليهم ايه؟ كم جوز بط؟ كم جوز بط؟ يا خرب بيتك يا محفوظ. وكم جوز حمام؟ يا نهايتك السودة يا محفوظ. وكم برام فريك ورز وبرام لحمة؟ خلاص خلاص كفاية كفاية كده. بقول لك ايه؟ خلي الباقي ده مفاجأة على الأكل، عشان لو جرالي حاجة يجرالي حاجة قدامهم ويحسوا بذنبي طول العمر. بقول لك ايه؟ أني راح أجهز الوكل قبل الليل ما ياجي. يا رب الليل ما ياجي. محفوظ مش بعادة يعني؟ أنا برضو قلت كده، بس الفكرة كانت فكرة فاطمة. ما أنت خابر محفوظ زين. أنت هتقولي لي بس إيه المناسبة؟ كلنا محتاجين نتلم مع بعض شوية يا غريب، والحاجة بدرية لازم تخرج من الدار شوي. بكفايانا الكام يوم اللي عشناهم، كانوا صعبين علينا كلنا. افدي عندك حق. تعرف يا جميلة، أنا كان نفسي من زمان نخرج سوا مع بعض، يعني نعملوا زي أهل البندر كده. يا سلام، ودي هتحسبها علينا خروجة إياك؟ إحنا مش هنتعشوا سوا برا مع بعض، أه خروجة بالسلام. أيوة بس أنا كان نفسي نكون لحالنا. بقولك إيه، ألبسي خلقاتك بسرعة لحسن خالي عبد الجليل يسبقنا على هناك، وبعدين يزعل إن إحنا رحنا من بعديه. وأوعدك إنني حعوضها لك بعد كده، نروح وقنا ولا حاجة. أهو كلام. لا يا جميلة المرة دي صح، بس يلا بسرعة الله يخليكي. يا أحمد يا ابني، أنا يمكن الكلام اللي حيقوله لك مش هتحسه، لكن لما ربنا يكرمك ويرزقك بطفل هيبقى أهم شيء.